احنا راكبين وجايين نازلين اجازه عاديه، ف جينا راكبين لحد ما وصلنا البريجه، وبعد لحد الساعه 11 ونص كده طلعوا علينا ميليشيا مسلحه نزلتنا من العربيه خدتنا خطفتنا ودخلت الجبل. المهم كتفت ايدينا وغمت عينينا ودخلتنا تاج ساعه ونص تلف في الجبل عشان ما يعدوش على نقط مرور ولا حاجه، ودخلوا على بيت مهجور وكتفونا فيه ونايمونا فيه من يوم الجمعه اليوم الاربعاء. والمهم بعد ما دخلونا بدوا يتفاوضوا معانا على فلوس، وحولنا لهم الفلوس من هنا عن طريق لان في واحد مصري يخدم معاهم، وحولنا لهم المبلغ المطلوب. وبعد ما حولنا لهم وتم المبلغ، جم عملوا معانا قالوا له احنا عشان نضمن حقوقنا ان انتم ما تبلغوش عننا، جابونا اسلحه وحزمونا وقالوا لنا ان احنا تبع الدوله الاسلاميه وبنفجر في سيرت وبنقتل في سيرت وبنقتل في الناس اللي بيين على حساب ان هم ايه، عشان انت لو بلغتم للسلطات المصريه ان احنا بننزل ده في النت علشان الجيش يعدمكم. يعني عايزين يطلعوكم انتوا الارهابيين، عايزين يطلعونا احنا الارهابيين في نفس الوقت هم بيقول لك ايه احنا بنضمن حقوقنا. وهذا كله الحمد لله بفضل المخابرات المصريه، عارفه كل حاجه وعارفه من الارهابي ومن اللي هو الحمد لله يعني من الارهابي ومن مش ارهابي. ركبونا في العربيات وماشيين، فعدينا على اول كمين في البريج. احنا كنا جزء عربيات، عربيه طلع العربيه السابقه عدت الكمين، العربيه الثانيه الكمين شديه، لما شديه فوجئنا لقينا السواق بيدور وقال صاحبه بيتصل عليه بالتليفون وبيقول له ارجع لانهم شادين في الكمين وهيبلغوا عنك الكمين اللي قدامك ارجع. فرجعنا. المهم بعد ما رجعنا لقينا واحد من القوات الخاصه الليبيه اللي هو القوات الخاصه الليبيه تبع الجيش، نزلنا وقعد يتكلم معانا انتوا مين وكنتوا فين؟ قلنا كنا احنا مخطوبين. قال عارفين احنا بندور عليكم من يوم الجمعه وانتم سلطات طلباكم. المهم قدر يحلنا من العربيه من السواقين، لان السواقين كان معاهم اتفاقيه مع الاولانيين ان يسلمونا الميليشيا تاني. وبفضل الله من القوات الخاصه والمخابرات المصريه فكونا منهم وسلمونا من السلطات المصريه، والسلطات المصريه الحمد لله سلمتنا لمصر ورجعنا ارض الوطن بسلام.